نروح الفيديو اللي بعد كده وبعد كده نرجع نرد عليه برضه. اتفضل. الموضوع ده كتير جدا، وقلت ان سكرتير الاتحاد الافريقي في الوقت ده كان مصطفى فهمي. صحيح. وانه غير اللائحه وبناء عليه طلع قرار الكاف اللي هو الاتحاد الافريقي بان الاهلي بطل قطر. لكن احنا في نفس التوقيت الاتحاد الدولي المعهد الاحسن المعتمد من الاتحاد الدولي طلع قرار بان نادي القرن هو نادي الزمالك. وانا بتصور ان هذا الموضوع في الاصل اعترف به اخيرا مصطفى فهمي ساعه الانتخابات الاخيره للنادي الاهلي، وقال هذا الكلام: انا عدلت اللائحه، انا عملت للاهلي، ومع ذلك الناس ما انتخبتنيش عضو مجلس اداره. يعني اعتراف بعد 20 سنه. طبعا كالعاده كلام مرسل، كلام بلا دليل، زي ما هو اخر حاجه قالها في الفيديو، قال ان الاستاذ مصطفى مراد فهمي اعترف انه زور المعايير بتاعه نادي القرن. اصلا مفيش حد عاقل اصلا يعمل كده يعني. بس افترضنا ان في حاجه زي كده، ما فين الدليل يا جماعه؟ يعني هو ده اصلا بيتكلم مثلا عن حاجه مثلا في 2017، مفيش اي حد صور، مفيش حد ما بيحبش الاهلي بيصور في نادي الاهلي يجيب الكواليس دي، يجيب الفيديو ده، او حتى تسجيل صوته حتى للاستاذ مصطفى، مفيش اي كلام ده. فهو بس مجرد بس اساطير كده بيتم تداولها عن انجازات وهميه. طبعا. فده ما حصلش. لكن طبعا هو كابتن الاستاذ طبعا كمان درويش بيقول ان معهد الاحصاء، دكتور جمال درويش بيقول ان معهد الاحصاء التابع للفيفا اختار الزمالك نادي القرن. طبعا ده كلام ملوش اي اساس من الصحه. من ناحيه اولا طبعا هم الاستاذ جمال او دكتور جمال يعني متاثر يعني بالمانشيت الزملكاوي اللي ممكن نشوفه دلوقتي. الصوره دي متداوله جدا على الصفحات الزملكاويه، على اساس ان هو فعلا الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء يغلق باب الجدل ويؤكد ان الزمالك نادي القرن في افريقيا. دي صوره متداوله جدا معانا. دي الصوره الزملكاويه المتداوله، على اعتبار بقى ده اللي هو يعني البيان الافصح عن ان هم استحقاقهم لنادي القرن. في تحت اشتري الشهاده الذهبيه واكسب عربيه. بس لو تاخد بالك انت اصلا هتلاقيهم واخدين ايه الصوره بكادر كده سينمائي، مش كادر مظبوط، لا كده كادر مايل كده عشان ايه دي كده ايه تاثير درامي. برضه اشتري الشهاده الذهبيه واكسب عربيه. ما اعرفش هو بيعمل عينه ولا ايه يعني. ماشي. المهم طبعا ده الكلام ده غير صحيح بالمره لسببين. السبب الاول ان الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء اللي هو IFFHS، ممكن نرجع هنلاقي انه الاتحاد اصلا ما قالش ان الزمالك نادي القرن. تمام. الاتحاد ده لما اعلن في 2009 عن اختياراته لنادي القرن في افريقيا وفي كل العالم طبعا، والمناسبه طبعا ده هنقول بقى الاتحاد ده صفته ايه بعد كده، بس هو لما اعلن ما قالش ابدا ان الزمالك نادي القرن. تم الصوره اللي بعدها بقى هنلاقي ان اعلن عن كاتوكو عشان تكوتوكو نادي القرن في افريقيا بالنسبه لاختيار الاتحاد ده، مش كلام رسمي. وبعد كده جاي الاهلي وبعد كده الزمالك، يعني حتى الزمالك في تصنيف الاتحاد ده في المركز الثالث. تمام. يعني الكاف في بالنسبه للكاف المركز الثاني الزمالك. فده انت عاجبك اللي ايه كوتوكو اللي هو بتاع اللي عشان بس مجرد الاهلي ما خدهاش يعني. يعني بالنسبه للكاف الزمالك في المركز الثاني. بالظبط. هم عايزين الاتحاد الدولي تاخد الاحصاء ده اللي هو مديهم الثالث. طب معرفش هم عاجبهم المركز الثالث يعني. لا طب ما هو ممكن اقول لك برضو عشان الاهلي مش هنا في ال ما هدي بقى اشوف بقى مدى مصداقيه اصلا واهميه. أيوة. الاختيار ده. تمام. يعني هنشوف الصوره اللي بعدها هنلاقي الاتحاد الدولي اللي هو الفيفا بينفي اي صله ليه بالاتحاد الدولي تاخد الاحصاء ده. مش معنى ده اسمه اتحاد دولي ده اتحاد دولي ان ده حاجه رسميه. ده هتلاقي في اخر سطر ان هو بيتاكد انه الفيفا ملوش اي علاقه، دي الترجمه يعني بالاخر، ملوش اي علاقه بالترتيب الاتحاد الدولي تاخد الاحصاء اللي هو IFFHS. ده وثيقه رسميه ممكن تبحث عنها في اي حد يقدر يبحث عنها. موجوده في موقع الفيفا ان هو ملوش اي، ما بيصدرش اي تصنيف رسمي ولا بيقول لي اي علاقه بالاتحاد الدولي تاخد الاحصاء. بالتالي كلام الزملكاويه عن انهم نادي القرن في افريقيا باعتراف اي اتحاد ملوش اي كلام الصحه، وكالعاده كل انجازاتهم وهميه، انجازات الاهلي موثقه وثابته. احنا بنشوف حقوقنا بس. بالظبط. يعني احنا بنتكلم بالصوره والدليل، يعني اللي عايز يقول يقيش، واحنا بنتكلم في حقوقنا بس. بالظبط. بالظبط. ده كان كل اللي عندي بالنسبه للتوثيق. ممكن اطلع اقول انا اخدت احسن لاعب في العالم، يعني هو اساسا يعني ما ازاره قال لك كل واحد ليه بق بيتكلم، ما حدش بيراجع وراه. لكن طبعا انت بقى انت مش ممكن يعني اجيب بصراحة. انا بنجيب حاجه من دليل، احنا بنجيب حاجه مثلا من عندنا، احنا بنجيب يقول اللي عايز يقول يقوله، احنا بنراجع نشوف الكلام ده هل ده حقيقي. انت عندك كام تلفزيون في البيت؟ لا واحد بس. مقطع بقى القنوات. لا ماليش دعوه اصلا، انا ببحث بس انا جوجل، هم بيسموني جوجل بتاع الاهلاويه. ده جوجل انت معدي جوجل. الحمد لله. الحمد لله. دايما احنا بنتكلم، هم دايما يعني بيتكلم ان انت بتتكلم بارقام، الميديا انت بتتكلم بارقام، يعني مفيش اي منطق ان انت يعني اخرجوا قال انهم الناس اللي يتظاهرون. هي مفيش فكره ان هم
عندهم مشكله في حته قبول الوثيقه وقبول المنطق، مفيش اي مشكله ابدا في حته ان انت تتكلم، يعني قول رايك زي ما انت عايز، قول انت احسن نادي، قول انت بس لاعب. ما تجيبنيش في جمله مفيده، ما تجيبش جمله مفيده، ما تقولش انت ما تقارنيش بقى وانا اخدت حاجه مش من حقي. لا، الاهلي نادي القرن، يعني بالحق وبالدليل. احنا بنقول الاهلي نادي القرن، ما بنقولش اي انديه ثانيه، مع احترامنا لكل الانديه.